ترند على مين؟ حد يوش تبريد حد شوف الدرجة الآن كلكم كنا مكان واحد كويس مش والله عم برش بس هو عشان ده حراري ها علينا ده جدعان سبعة من الطرف ده عشان يجمع على بعض بس سيبوا على الارض بقى حطوا بقى عملوا عليه حلو حلو بقى سيب عشان يلا عم صون طيب انا محمد فدائي عضو الطيران الشعب السويس النهارده نازلين نحيي يوم القدس العالمي لان احنا لازم نعيد الفكره دي لان القدس ده جزء من قوميتنا وقوميتنا العربيه لان الفتره الاخيره الاخوان كانت بتتاجر بيه باسم الدين وباسم الاسلام النهارده المفروض ان احنا كعرب كلنا او كمسلمين نحتفل باليوم العالمي تمام نصرة القضية الفلسطينية المفروض ان احنا على الاقل يعني نشوف كل فئات الشعب بتشارك في اليوم دوت غير ما نشوف كلمات سياسية او الاوضاع السياسية في البلد المفروض كل الفصائل السياسية تشارك في حاجة زي كده حتى ايديولوجيات او لان القضية الفلسطينية مش قضية ايديولوجيات او صراع شيء لا ده صراع وجود بين العرب وبين اليهود على نفس الوقت في برضه مشكلة بنواجهها جماعة الاخوان او تيارات الاسلام السياسي طالما تجلس بقضيه القدس النهارده مفرغين فقط لخلافاتهم السياسيه وارائهم السياسيه متشدده وبالنسبه لموضوع عوده مع الرئيس المعزول محمد مرسي دون اي اهتمام او اي شيء يدل على اهتمامهم بالقضيه الفلسطينيه سواء الاخوان موجودين في مصر او في كل منطقه في العالم او حتى الاخوان نفسهم موجودين في غزه برضه مش معبرين عن حركه حماس برضه مش مشاركين او حتى من اي فعاليات لنصره القدس رغم انهم موجودين في قطاع غزه شكرا النهارده يوم القدس العالمي 2/8/2013 اليوم اللي اختارته الأمة العربية كلها ليكون يوما لمدينة القدس المحتلة والتي ستتحرر قريبا بإذن الله بعدما تحررت مصر وستتحرر تونس وبعدما تتحرر سوريا عايز أقول لكل الشعب الفلسطيني إن نضالكم تاج على رؤوسنا من 1948 لحد 2013 أتينا هذا نضالكم تاج على رؤوس كل عرب نضالكم وسام نبالة على كل على صدر كل حاكم عربي خزل القضية الفلسطينية وخان القضية الفلسطينية وسام نضالكم احنا بيجبرنا ان احنا نتخلى كمصريين عن كامب ديفيد اللي هي سبب تكبيلكم وسبب خروجكم النهاردة وسبب انكم تكونوا تحت وطأة احتلال قذر ان شاء الله هيكون نهاية قريبة على ايد الأمة العربية لما نتوحد قريب جدا بعد ما تتحرر كل الشعب العربي